بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، إخوة الإسلام والإيمان، يا أهل السماح الملاح الطيبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامج التسامح، برنامج سامح. متسامحين في غير حقوق الله، فلا مسامحة ولا تهاون ولا مصالحة فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن ملاح ومن أهل السماح في كل صور المحبة والتفاهم والتكافل والتعاضد والاعتصام بحبل الله ولا سواه. فأهلا بكم أحبتنا على هذا المبدأ معنا في برنامج سامح، وأهلا بضيف برنامجنا الدكتور محمد بشارات، المدرب المعتمد في التنمية البشرية والتدريب الإداري، رئيس شركة المحترف بفلسطين. أهلا بك أبا عمر. أهلا بك حبيب قلبي أبا محمد وبكل المستمعين الكرام. الله يكرمك. حاورناك دكتور محمد في الحلقة الماضية عن المسامحة بين الأزواج، عماد البيت وأساس السعادة فيه، أو هوة الخصام والتفكك إن لم يحسن الأزواج التفاهم والتصالح والتسامح، عندئذ يمتد وبال ذلك على الأبناء ولا شك. والتسامح مع الأبناء محورنا الثاني في نطاق العائلة، نتناوله في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. ولكن دعونا أولا وبعد الفاصل الأول أن نراجع نقطتين من محاور لقائنا الماضي. بعد الفاصل مستمعينا الكرام بإذن الله تعالى نتناولهما، فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وأهلا بمداخلاتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم، نستقبلها منكم على الهاتف 0923311 أو جوال 0599151010 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة القرآن الكريم. أحبتي إخوة الإسلام والإيمان، تلقينا اتصالات كثيرة وتعليقات عبر بريدنا الإلكتروني منذ أن انتهت الحلقة الماضية وحتى مطلع هذه الحلقة، حول الاتصال الذي وردنا من أحد المستمعين يشكو فيه تجبر زوجته وبناته بعد أن فقد بصره. أولا نستمع إلى مختصر مكالمته الماضية لنمضي مع الدكتور محمد بشارات في رأي العلم التنموي في ذلك والحلول له. نسمع المقطع المتعلق بطالب الحماية من الزوجات. أشكال الألوان والأزواج أيضا كذلك، ولكن تقول المرأة إما جنة وإما نار. أنا شخص يعني المتزوج حوالي 27 سنة، صارت عندي مشكلة في الشبكية بطلت أشوف، والله كتب لي بهذا الإشي أنا راضي به، وهي المسؤولية عن كل شيء. أيعقل المرأة إنها مثلا تشترك بيتها؟ أيعقل إنها تضرب زوجها؟ أيعقل إنها بنات عندها بنات مثلا يضربين أبوهن؟ أيعقل انهم مثلا يحطون في السجن مشان انهم يتدربن على اشياء ثانية؟ انا اتحدث به كي يعلم الجميع ان هناك ظلم من قبل الزوجات، لان انا ما بقول جمع الزوجات، هناك فئة قليلة من الزوجات في فلسطين انطلق لهم العنان، وزي ما بقولوها بدنا نزيد الحلو سكر بين قوسين، محاكمنا في محاكم الصلح انهم يحذروا من هذا الشيء ويحولوا الى المحاكم الشرعية الى حضارتنا وقيمنا والى الكتاب والسنة. حتى الاصلاح الاسري بيعرف هذا الاشي. انا اقول انا شخصيا ليست حماية اسرة،
ونحمي للزوجة. ونحن كرجال نحن بحاجة إلى حماية للرجل أيضا. للرجل أيضا. نحن بحاجة إلى حماية للرجل أيضا. نحن بحاجة إلى حماية للرجل أيضا. من ردود الأفعال على هذا الاتصال من مستمعنا الكريم ما كان ساخطا ومنها ما كان متعاطفا جدا، وقد أحب الكثير الاستماع إلى رأيك دكتور محمد وكذلك إلى الحل لمن يعاني قهر الزوجة. نرحب بك مرة أخرى دكتور محمد بشارات، المدرب المعتمد في التنمية البشرية والتدريب الإداري، رئيس الشركة المحترف بفلسطين. أهلا بك مرة أخرى أبو عمر. أهلا بك أستاذ أسامة، وأهلا بجميع المستمعين الكرام، حياكم الله مرة أخرى. شو رأيك يعني إن حماية للرجل يعني الرجل يصيح؟ احنا قلنا في الدراسة السابقة لما تحدثنا بالحلقة ان هناك بعض من الرجال يتعرضون الى العنف، لذلك كانت حلقة التسامح تتحدث عن اهمية التسامح ما بين الازواج وضرورة هذا التسامح. التسامح منبني على العلاقة الايجابية وعلى حسن اختيار الزوجة واختيار الزوج. يعني نداء هذا الرجل له يعني باصوات بعض الناس المضطهدين خصوصا الذين يتعرضون يعني دعني اقول لنكبات صحية او لبعض الالام التي تعرضهم سواء كان صحيا او حتى ماديا. يعني في بعض الناس يعني قد يعني تلقي بوجهته ان لم يكن كفاه ماديا. عشان هيك احنا حديثنا الهام جدا، ولا تنسوا الفضل ان يبقى التسامح متواجد موجود، ان يبقى حسن العشره ما بين الزوج والزوجه، ان لا ينسوا بعضهم بعضا اذا يعني ادلهمت الصعاب زاد الالم، لانه اهميه التسامح تعود على امرين. الامر الاول يعني سبحانه وتعالى، وهذا أمر جدا مهم ما بين الأزواج، لأنه في النهاية لتسكنوا إليها مودة والرحمة لا يمكن أن تبقى بلا وجود للتسامح. والنقطة الأهم إنه هذا له علاقة بالسلوك الإنسان الراقي. الأشخاص الراقيين هم يعني يتسامحون في ما بالك تتسامح ما بين الأزواج، لأنه ما بين الأزواج العلاقة أعظم وأعمق أبا محمد. نعم. طب هذا الأمر يعني يكون مربوطا مع من بحث واجتهد في البحث ثم انتقى وعرف كيف ينتقي، لكن من خانه الحظ وسوء الانتقاء وسوء التقدير ووقع في مثل هذه المسألة، يعني صار واقع في المصيدة، ماذا يفعل؟ هذا الذي سيكون أكثر ألما هو الآن أصبح في الابتلاء. الابتلاء إما أن يأخذ حالة الصبر، والصبر يعني يتبعه أن يبدأ يحسن العلاقة مع الزوجة، يتنازل لها مثلا، يحسن العلاقة يعني يتنازل لها مثلا، يصير يعني هو يعني يقعد في الدار مثلا يجلي يطبخ يتنص يعني مش عارف هو بعيبش الرجل لما يجلي ويطبخ أبا محمد، يعني ما بيعجل يجلي ويطبخ يكنص كما ما بيعيبه طبعا لا يعيبه الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان قدوتنا في كثير من الأمور أفعال بيتية، لكن صاغرا يعني حتى يتقي شرها يعني بالنهايه. لا انا ما بقدر اقول له بهذه الطريقه. كل الحاله انا مش انا اقول اكثر دقه، كل حاله تحتاج تفصيل اكثر، لانه بالنهايه هاي بيحتاج لعمق اكثر. لكن من شان يتقي شرها يتنازل، كان هذا التنازل لا يعني لا يمس الكرامه. انا ما اعتقدش انه في اسمه تنازل ما بين الزوج والزوجه، يمس الكرامه كما سمعنا من كثير من المستمعين في الحلقه الماضيه 100%. نعم 100%. الان اذا كان في موضوع فيه كرامه، لا هون بده يستوقف وبده يستشير وبده يرجع لاهل الرأي، لأنه كل حالة تحتاج حقيقة حتى نستطيع أن نتحدث بخصوصيتها وتفاصيلها. قد يكون المتصل يعني مع احترامه قد يكون هو مبالغ، وقد يكون قد ظلم في الأول يعني نهاية ماذا يعني يجني ما قدمت يده، قد يكون أنا ما بعمم هذه الحالة طبعا. ولكن حتى نكون متقنين لازم ننتبه لكل حالة بخصوصيتها. طب مع يعني احنا نكتفي بهذا التعقيب على الموضوع، لكن مع الكثير من الحالات التي سمعنا عنها أن مثلا تجبر الأزواج ثم ضعفوا بضعف نظر أو بكساح أو بشلل أو بمرض أو إلى آخره، ثم كانت الزوجات هن أول من يقف على أزواجهم راعيا ومعينا ومطببا وممرضا، يعني كثير من الزوجات. ولكن هنا الأمر أعتقد يعني الرأي لك والكلام لك في جبلة المرأة في مثل هذه الحالة. يعني المرأة تصبر يعني أنا أعرف حالات حقيقية وأسماء فعلت ما تحدثت به أبا محمد، تحملت يعني جبروت واستبداد زوجها في بداية عمره، ثم لما يعني صابوا المرض صابوا الآلام كانت هي أول وقف معه. أغلب الأزواج
يعني عرفوا كم هم ظلموا يعني هؤلاء النسوة، كم ظلموهن، كم اعتدوا عليهن، وطلبوا الاعتذار والمسامحة. وكانت هذه النوع من النساء هي أرقى النساء أنا باعتقاد الشخصي، لأنها رغم ظلمها ورغم الاضطهاد التي تعرضت لهم من خلال الزوج ومن خلال معاملته ومن خلال تطاوله، إلا كانت هي أكثر رقيا والتقوى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في مسامحته، في حسن عشرته، وفي الوقوف معه في آلامه الحقيقية. وكانت نعمة زوجة. هاي الزوجات لهن التحية والتقدير، وأقول لهن كلهن أجر عند الله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا الزوج لم يعرف هذا الفضل، الله سبحانه وتعالى لن يظلمكن، والله سبحانه وتعالى سيأجركن مضاعف الأجر، لأنه في النهاية هذا الخلق الراقي نبحث عنه. هذه حسنة الدنيا، هذه زينة الدنيا، هذه هي الزوجة الصالحة التي إن أساء إليها زوجها تقابل الإساءة بالإحسان، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، بل هي تعفو وتحسن أكثر الإحسان، ليس مع إنسان عادي. هذا الزوج الذي تجبر وقد يكون في بعض الأحيان ظلمها، رغم أني أنا أضع خطين تحت كلمة ظلم المرأة، لأني لا أحب ظلم المرأة، ولا بد المرأة لا تسكت عن الظلم بحدود أن يكون في تسامح، ولكن لا يعني التسامح الإذلال والانكسار، وأن يكون هناك في ازدراء وتطاول قسم. نعم، قبل أن ننتقل للنقطة الثانية التي طلب المسلمون إثارتها، نخرج إلى فاصل قصير لنعالج بعض القضايا الصوتية، ونعود إليك دكتور محمد بشارات، ثم نعود وبك نعود إلى مستمعين الأحبة الذين ينتظرون على فارغ الصبر أو بفارغ الصبر ذلك الحديث الشيق. ومستمعينا الكرام، نعود إليكم ونرحب بكم مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، على أمل أن نتلقى اتصالاتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم على الهاتف 0923311010 أو 0599151010. ربما برأيكم يزداد الموضوع ذخرا ويزداد ثراء من خلال مداخلاتكم وآرائكم، و
يعني أحبتنا نحن بصدد نقطة مهمة جدا، وإن كان المحور الأساسي لهذه الحلقة هو التسامح بين أو التسامح مع الأبناء، يعني ما بين الآباء والأبناء، وهو موضوع مهم جدا. لكن كنا قد اضطررنا إلى البدء بموضوع كنا قد تناولناه في الحلقة الماضية، وهو التسامح مع الأزواج أو بين الأزواج فيما يتعلق بمكالمة أثارت ضجيجا كما قلت، وأثارت تعليقات كثيرة، وكان هنالك من طالب بأن ننصحه بما يعني بما شرع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالات، أن يعني يذهب إلى الطلاق، ولكن ربما هو بحاجة إلى من يكون معه في بيته وبمعونته حتى لو كان قاسيا عليه حيث أنه فقد بصره. فإن الله وإن إليه راجعون، هنا الكثير من النقاط لا نريد أن تكون الحلقة جميعها حول هذا الموضوع، ولكن استجابة للطلب المستمعين أردنا أن نستمع إلى رأي الدكتور محمد بشارات، ونرحب به مرة أخرى. الدكتور محمد بشارات، المدرب المعتمد في التنمية البشرية والتدريب الإداري، رئيس شركة المحترف بفلسطين، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أنا بك حبيبي أبا محمد، أنا أعتذر، أنا من خليل الرحمن أتواصل معكم عبر الهاتف. نعم عبر الهاتف، أن أكون أكثر دفئا فيما بينكم. طبعا كنا نشعر بذلك أكثر لو أنك معنا، ولكن ومع ذلك نشعر بدفئك وقربك دكتور محمد. الآن هل ممكن أن يكون في يعني استكمال لموضوع التسامح ما بين الأزواج، هل ممكن أن يكون نقطة راتب الزوجة، هل ممكن يكون هي نقطة خلاف وخصام، وقد تكون نقطة تجبر يطالب من بعدها الرجل يعني الإنصاف في عائلته، ويصبح للرجل جمعيات حقوق الرجل إلى آخره، من خلال كونها يعني تعمل وبيدها مصروف؟ وربما نعرف جميعا أن من يصرف يحكم، وربما القوام الرجل أصلا لأنه يصرف، فإذا أصبح المصروف بيد المرأة وهي التي تصرف وهي التي تأتي بالراتب، ربما تصبح القوامة لها. هل يمكن بالنهاية إذا كان للرجل راتب وللمرأة راتب، هل يكون ممكن القوامة مناصفة مزدوجة؟ يعني السؤال جدا حساس، وأنا سأجيب من الناحية الاجتماعية ومن ناحية العلاقات الأسرية، وسأجيب نصف إجابة للمفتيين، لأنه في النهاية الموضوع قد يترتب عليه فتوى شرعية. ولكن أنا سأتحدث بنقطة جدا حساسة، موضوع الراتب هو موضوع حساس جدا ما بين الأزواج، حتى نكون أكثر وضوحا مع كل المفتيين الكرام، خصوصا حينما تكون الزوجة هي التي تتلقى هذا الراتب، والزوج كمان يتلقى الراتب. في بعض الزوجات صديقي وحبيبي قلبي أبا محمد، يعني نعم تتجر للأسف في بعض الأحيان، وقد يعني تأخذ هذا الراتب وتطلب من زوجها أيضا مصروف. أنا بدي أقول ومن نظري الشخصية ومن واقع تجربة عملية على الأرض، أولا الأصل بين الأزواج الموضوع المادي أن يكون واضحا تماما من بداية العلاقة الزوجية. الأصل الثاني أن هذه الزوجة التي هي تعمل هي تأخذ من وقت زوجها من البيت، هي تداوم 8 ساعات 6 ساعات 9 ساعات، هي تأخذ من وقت الزوج، وقت البيت، من وقت الأسرة، من وقت هذا الزوج المطلوب منه القوامة ومطلوب منه الإنفاق. إذن هي لا تأخذ من وقتها الشخصي، إنما تأخذ من وقت هذا البيت، يعني على حساب بيتها، على حساب الأسرة، على حساب الأبناء في بعض الأحيان. المفروض أن يكون هناك في نوع من العدالة في التوزيع في الحقوق والتوزيع في المصروف أيضا. يعني ما بصير إنه المرأة كلها تضع كل الراتب لإلها بجيبتها الشخصية، وهي تأخذ من وقت الزوج، وقت البيت والأسرة، ثم تطالب الزوجات وتقول له هذول الفلوس ما لكيش علاقة فيهم. أنا أعتقد شخصيا الأصل أن يكون في اتفاق، وأن تكون الزوجة يعني تشعر أهمية أن تساعد زوجها بالإنفاق، لأنه إحنا نعرف كل متطلبات الحياة اليوم هي متطلبات صعبة وغير عادية، ولا يمكن أن يلبيها الزوج الموظف. صدقني حتى من أزواج التجار إذا ضاقت عليهم الدنيا ما بيلبيش. فالمفروض يكون في نوع من الاتفاق ما بين الزوج والزوجة، وهذا له علاقة بحق، يعني حق الوقت الزمن الذي تأخذ الزوجة من بيتها، من زوجها، أن ترده ولو بالمساهمة، إحنا مش طالبين الراتب كله، في المساهمة بالإنفاق. هذه جزئية كتير مهمة، وهي رسالة لكل الأخوات العاملات الموظفات، وأنا أعتقد أغلبهن، يعني أنا بعرف كثير من الأخوات الفاضلات، أغلب كل راتبها مش أبو كل راتبها في مصاريف البيت ولأولادها ولزوجها ولمتطلبات الحياة البيتية واليومية. صحيح. المفروض يكون واضح هذا الموضوع، المفروض يكون في تعاون وفي شراكة. نعم الزوج كل ماله، والزوجة تضع من مالها، يعني الزوج كل ماله في النهاية ومطلوب، وهي تضع من مالها جزء، هذا الجزء لأنها تأخذ من وقت البيت،
تأخذ من وقت الزوج، تأخذ من هذه الحقوق. فبالحد الأدنى طبعا لظروف الزوج وظروف البيت الصعبة، لأنه بتعرف حتى لو كانوا اثنين موظفين ما بيقدروا ينفقوا وما بيقدروا يصرفوا على بعض، أكون أكثر صدقا مع الناس. الذي أقترحه وخروج من الخلافات اللي بهذه القصة أن تدفع المرأة ما يتناسب مع الوقت الذي تأخذه من البيت، ثلث الراتب، ربع الراتب، بالتناسب، يكون هذا حق منها على البيت في مقابل أنها تأخذ هذا الوقت وهذا الزمن، يكون نصف راتب في بعض الأحيان حتى يقدر يشيل أسرة منيحة. لأنه في النهاية الزوج اللي يسمح للزوج أن تعمل في الأغلب لولا ظروف مادية صعبة ما بيسمح، لأنه المكان الحقيقي كما جاء في شرعنا الحقيقي للزوجة هو بيتها. أن تخرج من البيت إذا كانت تحب أن تخرج من بيت من باب إنها والله عندها فراغ وبدها تعبي فراغها وحابة تعمل كيرها لها، ما عندنا مشكلة، على العكس فليكن بالضوابط الشرعية بالضوابط الاجتماعية المعروفة، على أن لا تنسى الحقوق اللي لها علاقة في البيت والأسرة. هذا أنا بتحدث عن أسر صاحبة الدخل المتوسط والمحدود، وأغلب أسرنا الفلسطينية والعربية هي هذا النوع من الدخل، مش الدخل المرفه. الدخل المرفه أصلا بيكون هذا خلاف ولا بيكون هذا نقاش الموضوع، لكن أغلب أسرنا هي ذات دخل محدود ذات دخل متوسط. إذا ما تعاون الزوجين معا لا يمكن أن ينمو في حقوق البيتية والمصروفات اللي بتترتب عليهم. فالمفروض يكون هذه الأمور واضحة ومنسجمة وفيها تعاطرات حقيقية. نعم، إذن نرجو أن يكون الأخ أبو محمد من جنين قد لبينا طلبه في الحديث بإسهاب عن هذا الموضوع كما طلب وألح في ذلك. الآن موضوع حلقتنا دكتور محمد حول التسامح مع الأبناء، يعني هل يمكن أن نفقد البوصلة إذا تخلينا عن الحزم والحسم، إذا كان الحزم والحسم في الجهة المقابلة في الضفة المقابلة لمسألة التسامح؟ هل نفقد البوصلة إذا تخلينا عن الحزم والحسم وجنحنا إلى التسامح حتى فيما لا يستهان به من السلوك مع الأبناء؟ خلينا أكون أكثر قربا للمجتمع صديقي أبا محمد. الكل يعلم أن هناك حقيقة يعني قسوة يتعرض لها أبنائنا من خلال تصرفات الآباء، وإحنا نعرف أن في نهاية الأسرة مش بس زوج وزوجة وأبناء اللي هم ثلاثة الكبد. حديثنا عن التسامح يعني أننا لابد أن نركز على قضية العنف الذي يتعرض له الأبناء، القسوة التي يتعرض لها الأبناء. الأبناء اللي إحنا كلياتنا نعرف أنهم بتقمصوا شخصية آبائهم، بيمثلوا سلوكهم، الآباء هم اللي الأبناء هم اللي بيقلدوا نمط سلوك الآباء. فتخيل لما يكون الآباء يمارسوا الإساءة اللفظية في حق أولادهم، الازدراء أخرية، الاستهزاء، أو في بعض الأحيان للأسف السباب والشتم، هذا كله كفيل بأن يبقى على شخصياتهم وعلى أدائهم وعلى سلوكهم. تحط خطين هون تحت حجة أنه هو بدي ربيه، تحت حجة أنه هو بدي أدب الولد، فللأسف يستخدم في التأديب وفي التربية أدوات مؤذية مؤلمة في بعض الأحيان مدمرة في حق هذا الطفل. وخصوصا أن الدراسات تتكلم أن الأطفال اللي بيتعرضوا للسباب الشتائم هم أكثر عرضة بثلاث أضعاف من أقرانهم العاديين إصابة بأمراض النفسية وخصوصا أمراض الاكتئاب، مما يعني أن هناك عملية القهر والإزدراء التي يمارسها بعض الآباء والأمهات مع أولادهم تحت يعني بين ليلين من أجل أن يربي الابن ويسين هذا الابن ويدمر نفسية هذا الابن ويؤذيه ويقضي على شخصية هذا الابن خلال هذه الإساءة وهذا الاعتداء. لا سيما أنه لما نعرف أن الأرقام حتى تحديدا في فلسطين أنه الأبناء بتعرض لعنف جسدي وعنف نفسي، ولما أنا بقول عنف نفسي وجسدي هناك من الآباء من يمارس أكثر 70% من العنف النفسي في حق أولاده، ولما نتحدث عن العنف النفسي نتحدث عن ازدراء واستهزاء وشتم وسباب ولعان ويعني انتقاص وكثير من التصرفات اللي بيعملها الآباء والأمهات معتقدين أنها وسيلة تربوية. العنف الجسدي يأخذ أكثر من 34-35% وهذا أمر جدا مؤلم، الضرب والاضطهاد الجسدي اللي بيمارسه بعض الآباء. للأسف إنه الآباء بيمارسوا أكثر من الأمهات، لكن كمان الأرقام بتقول إنه كمان هناك أمهات تمارس عنف نفسي يتجاوز 66% وهذا أمر جدا مؤلم. هذه أرقام واقعية في مجتمعنا. هذه الأرقام بتخليني أقول لابد أن نتسامح مع أبنائنا، والتسامح معناته هي الوسيلة التربوية الحقيقية والصافي والسليم في تربية أولادنا، وليس الضرب أو العنف النفسي أو الجسدي أو الازدراء والاستهزاء هي الوسيلة المناسبة، بل هي الوسيلة المدمرة في حق أولادنا. حتى نكون دقيقين، ما بدنا ضرب وشتم واضطهاد بقدر تسامح وتربية، وبدنا نكون في اللين وفي الحب حتى نقدر نصنع من أولادنا رجال المستقبل أن يكونوا متزنين نفسيا ومتزنين أيضا كأباء عائليا وأسريا. طب إذا كان الابن يعني يقوم بفعل يحتاج فيه إلى حزم وصرامة،
هل أنا مقابل أن أتبع هذه النظرية بأن لا أقسو على الابن, أن لا أعنفه جسديا أو لفظيا أو إلى آخره, هل مقابل ذلك يعني أستطيع أن أكسب نتائج بالتسامح فيما أساء فيه وفيما أخطأ فيه خطأ شنيعا دون ما يكون هنالك قسوة, دون ما يكون هنالك حزم, دون ما يكون هنالك خلعدان, يعني نحط بين قوسين خلعدان, لأنه في خلعدان يعني العصا من عصا بالضبط, يعني هنالك من يلوح بالعصا ولا يضرب بها, المهم أنها كوسيلة تربية أن يكون هنالك حزم هذا القصد فيه. تمام, خلينا نوضح أكثر بابا محمد. إحنا دائما نقول لابد أن نربي أبنائنا, نحن في النهاية نريد أبنائنا. السؤال المهم, هل الضرب, هل الشتم, هل السباب, هل الإزدراء والاستهزاء وسيلة تربوية؟ بالمطلق لا لا لا. طيب ما هو البديل؟ بديل البديل بالتسامح, والتسامح قد يكون فيه حزم, والتسامح فيه تأديب, والتسامح فيه عقاب, وأنا ما عندي مشكلة, والتسامح فيه حسن تعامل مع أبنائنا. لأن أنا في النهاية أنا لما أعقد هذا الإبن أليس ما أريد أن يكون لديه سلوك حسن؟ أليس لديه أنا مبدأ أعقبه في عنده سلوك غير سوي, أخطأ في هذا الطفل, عمل إشي غلط, لازم أنا أنتبه. هون بدي أضيف بس ملاحظة حتى أبني عليها. إحنا الشرع وكل الناس للأسف بديل يحتاج إنه اضربوهم, يعني علموهم الصلاة في 7 وضربوهم 10, وكثير من الناس مركزين على هذه القصة وهم لا يفقهوا الحديث فقها حقيقيا. أنا واحد من الناس قلت لكل أقوال الفقهاء في موضوع الضرب تحديدا, وجدت الكلام المتزن الرائع والراقي اللي ولا حدا من أهالي بطبقه, يعني ولا حدا. أنا بدي أقول لك هذه الشروط يطبقوها الآباء والأمهات, أنا بحكي لك وعلى الهواء مباشرة, اضربوا لكم شرطا بالشروط التالية. رقم 1, لا يحق لك ولا يجوز لك أن تضرب وأنت غاضب. كما بنوا العلماء على ما يكونش الضرب الابن فشت قلب, يعني عين عليك فشت غليل وقلب فش قلبي وتفششت فيه, وهاي الفشاش تفشش ده فش انه صار في الناس. الأصل فيك أن لا تضرب وأنت غاضب, واحتج العلماء لا يقضي القاضي وهو غاضب. هذه القضية رقم 1. نقطة رقم 2, وبعرف كثير من الأباء اللي بضربوا بكون أصلا معصب ومقلبه ومشان هيك بتخذ الابن. فإذا بدك تضرب بتكون شاطر, هذا رقم 1. رقم 2, العلماء أقروا أن لا يتجاوز الضرب فوق 3, لأنه قالوا إن كان فوق 3 فهو قصاص, قصاص يعني 3 ضربات. نعم. الشرط الثالث قال أن تنتظر ما بين الضربة والضربة, وهي مهمة جدا حتى يخف الألم. الشرط الرابع أن لا ترفع إبطك وأنت تضرب, يعني لما ترفع شباطك وترفع أحنا ما عندك وبكل عزم, بل العكس وهو إبط موجود, لأنك في النهاية أنت تريد أن تؤدب, أنت تريد أن تربي. هذه قصة جدا مهمة وجدا خطيرة. أقول لك والشرط الأهم من كل هذا وذاك, أن إن استجارك بالله, إن استجارك بالله أن لا تضربه إكراما لله سبحانه وتعالى. في كثير من الأبناء بنضربه, الله يا بابا ما تضربني, تلاقي الأب بضربه بالإشاط وبضربه عفوا بهالحفاية وبنزل بوكسترات الولد تحت. وإيش إيش حجة هذا الأب؟ يعني خلينا نقول برجع للطفل إنه فالولد أساء. أكبر إساءة ماذا ممكن أن تكون للطفل أو من الإبن؟ قد تكون الإساءة إيش؟ نظرة خاطئة, شتم, سباب. ليس الضرب العنيف الجسدي هو العلاج. مهم جدا من الشروط أن يكون على المكان الممتلئ. يحرم شرعا أن نضرب على وجهه, يحرم شرعا أن نضرب على المناطق الحساسة. بعض الآباء, صديق أبا محمد لما يضرب بيكون معني قلبه والشيطان متلبسه كأنه بيضرب من دون ما يكتشف يعمل فيه. هذا لازم ننتبه لها طبعا. طب نسمع رأي أختنا أم محمد من نابلس. السلام عليكم أختنا أم محمد. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. لو سمحت أنا جاي أسأل الدكتور كيف نتعامل مع الأولاد اللي تجاوزوا سن 20 ورافضين للصلاة, أو البنات اللي ترفض الحجاب, كيف الطريقة نتعامل معهم؟ سؤال مهم أختنا محمد, شكرا لك, شكرا لك. يعني الآن أنت تتحدث عن تسامح وعن شروط للضرب, عجبتني جدا, ويعني فيها كل المنطق وفيها كل الإنسانية وفيها كل المحبة. هذا يعني إذا انطبق على الصغار فكيف لا ينطبق على الكبار فوق 20؟ فوق 20 إذا كان وجدنا عصيانا وجحودا وعنادا وابتعادا وامتناعا وأخطاء, بمثالين مهمين
بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهو عدم الصلاة وعدم لبس الحجاب عند الفتيات، فكيف نتعامل؟ هل بالتسامح أيضا؟ نعم تسامح، لأن أدعو إلى سبيل ربك في النهاية. إحنا هذا الابن أو البنت، الابن اللي بتقطع في صلاة لا يصلي، أو البنت الغير محجبة، شو اللي خلاها ما تحجبش تصير عمرها 18 و16 و17 سنة وخلاها 20 سنة؟ أين كانت الأم والأب في تلك اللحظات؟ أليس هي تربية حقيقية وهذا واجب الأم والأب؟ نعم. بدي أفتح آلام وجروح، أنا بدي أعتبر أمام مشكلة انعدام الصلاة أو موضوع الحجاب. لا يمكن، أنا أقولها بكل ملأ فالآن، لا يمكن أن يصلي ابنك وأنت غير قدوة له، ثم لا يمكن أن يصلي وأنت تضطهده وتشتمه يعني تستهزئ فيه وتقارنه بطريقة سلبية أمام أقرانه وأقربائه وأنت تلعنه وتغضب عليه. لا يمكن أنك في النهاية تعدل سلوكك بهذه الطريقة على الإطلاق، لا يمكن، حتى بموضوع الحجاب. نعم. على الإطلاق. هل تعتقد أخي، معلش أخي أبو عمر، هل تعتقد أن أختنا أم محمد كمثال، أنا بطرحها كمثال ليس شرطا أن يكون الأمر، لكن هي التي طرحت المشكلة، فبالتالي كمثال، هل ممكن أن تدعو إلى حجاب ابنتها أو إلى صلاة ابنها دون أن تكون هي قدوة تصلي ومتحجبة؟ مستحيل. يعني إذا القدوة واردة أخي أبو عمر، لكن تعرف شو بصير صديق أبا محمد؟ بتكون القدوة متأخرة. كيف متأخرة؟ إنه الأم والأب بتأخر يتذكر إنه ابنه لازم يصلي من عمر 7 سنين ومن عمر 10 سنة تدربها. يعني أنا بعطيك مثال عملي أكثر. أنا عندي بنتي، الله يخلي ولادك، بنتي الآن عمرها 11 سنة، ما بلغت، لسه صغيرة أمورة. الآن أنا متفق أنا أولي كل يوم في الأسبوع اللي هو يوم السبت، هذا يوم الحجاب، اسمه يوم تدريب على الحجاب. أنا الآن تتعود تدرب الطفل حتى يتقبل أي شيء. سلوك في النهاية هو سلوك، هذا السلوك تطبيق عملي. الله سبحانه وتعالى يعلم في خلقه، لما الله سبحانه وتعالى حرم الخمر ألم يحرمه بالتدرج؟ لأنه سلوك، لأنه الأمر صندمج بالسلوك وصار جزء من العادات. مشان أنتبه، أنا لما بتدلم بنتي الحجاب لازم أدربها، مش إسقاط مرة واحدة وبالاضطهاد. للأسف ما يمارس كبار أمهات الاضطهاد. مشان هيك أنا بدي أقول لك التسامح. التسامح نعم، بالكلمة الجميلة وبالحب، بالدعاء، بحسن العلاقة، بحسن العشرة. في النهاية إذا كان في شيء كما يقال عند علماء التربية، راء الابتداء، إن كان هو أب أو أم ربه بطريقة صافية ونقيقة، حتى لو انحرف هذا الابن أو تلك البنت يعود بإذن الله، لأنه في النهاية هو بده يدعو لهم بالخير وبالمحبة. على ألا على ألا تيأس أم محمد، كمثال أم محمد بقصد، ألا تيأس الأمهات. نعم. والسؤال المهم جدا، هل الطريق الاضطهاد والضرب هي بترجع في النهاية؟ لا يمكن. احنا كنا نرى بالجامعات للأسف الشديد، بعض الأخوات الفاضلات أسأل الله لنا ولهم الستر والحفظ والأول إن شاء الله، كانت تأتي على الجامعة محجبة ثم تأخذ هذا الحجاب. أنا ما بدي تكون عادي، أنا بدي تكون جزء من دين، جزء من قناعة، جزء من اعتقاد دين واعتقاد في الذهن، اعتقاد في التطبيق. مشان هيك نصطبر عليها، أليست الصلاة مطلوب منا أن نصطبر عليها؟ نعم. ونحن ندرب أطفالنا، وكذلك الحجاب في النهاية هي عادات. الأم تبدأ بالدعاء لابنها وابنها بحسن الكلام الطيب والجميل والتقرب والتودد، هي أفضل طريق. على عكس، هي الابتسامة سلاح وأسر القلوب. ألا نبتسم في وجوه أبنائنا؟ ألا نحسن الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والكلمة الحسنة؟ في النهاية بعض الآباء أنا بعرف ويجوني صدقني بعض الحالات، بطرد ابنه من البيت وبقول ابني بصليش، بقول يعني هل طردك لإله مو بصير بكرة مخدرات؟ يعني أنت إذا بتاخذ الأمر بطريقة عنيفة وبطريقة غير سوية وبطريقة غير عقلانية أنت ستخسر. فأنت بدل ما تخسره كله، أنت ابدأ شوي، حتى لو أنا دائما أقول حتى للمراهقين لو صلى الفرض يخلف عليه حتى يتعود، لأنه في النهاية للأسف النصوص الموجودة في مجتمعنا كثيرة، نصوص الإعلام والصحبة السيئة ونصوص الإنترنت، في نصوص تسرق أبنائنا. مرات إحنا مش منتبهين. مشان هيك مهم جدا إنه نكون متابعين لأبنائنا وأن نحسن التربية بحب وبالتودد وبالتسامح، لأنه بهذه نكسب قلوبهم. واحنا بدنا نكسب قلوب مش نكسب مواقف على اولادنا. كسب القلوب هو دائما اولى من كسب المواقف. اني والله ابرجيني انا قلت لك لا،
اني اورجيني انا بحبك لان ابيك تكون معي في الجنه بهذه الطريقه. طب من نسينا ان يعني نضغط عليهم او نتجه اتجاه مبكر في دعوتهم للصلاه والحجاب ثم بلغوا العشرين بلغوا المراهقه وبلغوا العناد سن العناد وسن الرفض وسن ما يمكن ان يكون مخالفا لها يعرف به، هل يعني يمكن ان يكون عدم الاستفزاز، لانه الابن سيصبح سيرى ان الدعوه للصلاه استفزاز، هل بعدم الاستفزاز يكون حل؟ يعني انه ما نقول لهم مشان ما نستفزهم. احسنت. خلي اول شيء الطريقه الاسلس والاسهل على المستمعين. نعم. لما يكون عندي ابني طبعا هو بلغ العناد، والعناد قد يكون في مرحله قاسيه جدا وفيها عنف في بعض الاحيان، يعني معنى اخر ممكن الابن بين قوسين يكون بجاكر بجاكر امه وابوه. نعم. يعني صراحه المطلوب من الام والاب ان يكون عندهم صبر عالي جدا، لان انا في النهايه اخطات وقصرت معاه منذ صغره، فما ببدا الومه هو بقدر ما الومنا. النقطة الثانية، أنا أحتاج أن أعيد الثقة ما بينه وما بين ابني. النقطة الثالثة، أنا أحتاج أن أعيد الحب ما بينه وما بين ابني، لأنه الابن اللي بوصل لمرحلة العناد أبا محمد والابن اللي بوصل لمرحلة القسوة لا يمكن يصل لهذا السلوك، لا يمكن يصل لهذا السلوك من دون ما يكون في سبب. في نقطة بدي أضيفها أحطها في ذهني وفي ذهن كل الناس، وأسأل الله لي ولك وكل المسلمين أن يعافينا من ذلك، لا يكون هذا الابن ابتلاء من الله كما ابتلى الله سبحانه وتعالى يعني نوح بابنه. يعني في النهاية قد يكون هذا جزء من ابتلاءك، إنه برار إنه عمل غير صالح. أسأل الله أن لا يكون ذلك، وأن لا يكون أبنائنا، وأن لا نبتلى لا في ديننا ولا في أولادنا، لأنه في النهاية قضية قاسية. لكن حسن الأداء والتودد والتلطف مع أولادنا صدقني سيقربهم. حسن الكلمة الطيبة، أنا بقدر أقول لابني صلي بس الطريقة لطيفة، بقول له بصلي أنا وياك، والله شفتك في المنام بتصلي الله يكرمك، بصير حتى لو من باب إصلاح ذات البين، إصلاح قلبه، أنا سأصلح قلبه، قلبه جدا مهم علي. فلو أنا قلت له كلام طيب، أهديته، حكيت له معاه بشوي بطريقة لطيفة وشوي شوي أصبر عليها، ليس الاضطهاد كما يقول ازدراء ولا القسوة قد تعيد ابن الطلاع، خصوصا لما يكون كبير، لما يكون عمره 20 سنة 21 سنة وأكثر، هذا في وضع ليس القسوة ترده وليس الشدة ترده بقدر ما يرد التسامح والمحبة والصلح والثقة اللي لابد أن أعيد ما بيني وما بين ابني أو بنتي، حتى أورجي قديش أنا حريص عليه، قديش أنا أحبه. في المقابل بدي أذكر الآباء والأمهات، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ابنك أصبح مكلف، أنت الآن دعيته بكل الوسائل، ادعي له أمام الله وكل أحوه في صلاتك أن يهدي الله سبحانه وتعالى، أن يشرح صدره، وأن تحسن الأداء معه متقيا الله في كل تصرفه معه، لأن هذا جدا مهم حتى تجذب قلوبه. أنا بدي في النهاية أتودد لهذا الإبن، أنا بدي أقرب هذا الإبن لعندي، لأنه الوسائل الأخرى الثانية القاسية والشديدة ما أثبتت نجاعتها، على العكس قد تزيد المشكلة سوءا، لذلك أنا ببتعد عنها بروك. طيب حتى نفس الوقت دعنا نستمع إلى أخينا أبو مؤنس من عجة جنين. السلام عليكم أبو مؤنس. عليكم السلام، كيف الحال أبو محمد؟ الله يكرمك أهلا وسهلا أبو محمد، الله يعطي العافية والله. الله يكرمك، الله يبارك فيكم. يعني أنا في قصة هيك سمعتها. نعم. عن ولد يعني شاف في صلاة الصبح إنه اللي بروح صلي الصبح في رعاية الله في حفظ الله. نعم. كلا الوالد يقعدني، أول يوم الوالد ما قعدوش، زعل الولد، زعل قوي يعني، ليه ما قعدتنيش؟ قال له بديش تتأخر عن المدرسة، ما قعدوش أول يوم، كد ما شد عليه الولد ثاني يوم أقعده. أقعده صلى الصبح وراحت نومة عليه الولد، راح على المدرسة متأخر، شوف راح على المدرسة متأخر، بس وصل الصف ولا بقول له الأستاذ أنتوا اللي متأخرين إلكم أسفلكة عقاب، ولا بقول له أنا ما بتقدر تصيبني. قال له ليه؟ قتل كل الأولاد. قال له ما بتقدر، أنا بحفظ الله برعاية الله. قال له طيب كيف؟ قال له أنا صليت الصبح، واللي بصلي الصبح في رعاية الله. نعم. شوف هالقصة. نعم. ويعني اللي بيقوله الأستاذ محمد، والله يعني الأولاد بنحفزهم على الصلاة وعلى هذا، بزعل الواحد، بزعل الأمرار، بزعل ربع ساعة ونص ساعة يعني بس بده يرجع. نعم. بارك الله فيك أخي أبو مؤنس، ودعنا يعني نستأنس بقصتك أن تكون من محفزات الدعوة إلى صلاة أبنائنا. أم حمدان، السلام عليكم أختنا أم حمدان من نابلس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا خالتي. أهلا وسهلا يا خالتي محمدان. كيف أنت يا خالتي؟ تمام الحمد لله الله سلمك. الله يرضى عليك يا خالتي. بدي أقول لك والله يعطيك ألف عافية على البرنامج الحلو. الله يكرمك. يعني الاسم والفكرة والبرنامج بضيف بصمة حلوة ومليحة. الله هاي فكرة الدكتور أبو عمر والدكتور محمد بشارات يعني. هذا الحكي كله اللي بيحاول هو الأستاذ المبدع. الله يبارك فيك. فلازم تشون برنامج مرتب ومليح. لما تشون المعد والمقدم هو الدكتور محمد بشارات الغني عن التعريف. الله يكرمك. فأكيد يعني والله لا ينجح البرنامج إلا بوجود دائما الأستاذ السامة. والله لا. الله يبارك. طبعا طبعا نتمنى برنامج مليح ومرتب وإله صدى كبير. الحمد لله. أنا شيء يما اسمحولي أوجه نصيحة لأمهات هالزمان اللي للأسف بعرفوش يتعاملوا مع أولادتهن. دقتوا عليهن باللفظ والضرب فكلهم اتسامحوا اتسامحوا معهم واعطوهم واعطوهم حنان واعطفوا عليهم. إذا ما لكوش الحنان جوات الدار بصيروا يدوروا عليه برا بطرق مش صحيحة. وبعدين فرجوهم بتعاملكم مع الآخرين معنى التسامح واللين وكونوا قدوة حسنة. واسمحوا لي يما أقول لكل جناين هالوقت والنسوان استحملن بعض يا حبيباتي وحنوا على حمواتن مش هسه جناين يفجروني بحرر عليها. لا والله بس والله ما في مثل التسامح يما والكلمة المليحة مثل ما قالوا أيام زمان الكلمة الحلوة بتطلع الحية من موقرها ولا لا يا أستاذ؟ الله يكرمك. صحيح صحيح. وطبعا يعني اسمحوا لي كمان بدي أقول لكم والله الحياة قصيرة ما أنتوا شايفين الواحد بيطلع برا أفيهوش شي وبرجع محمل أو متصوب أو لا سمح الله ميت. فعشان هيك يا أخوات ويا أخوان صلوا أرحامكم ويا سلفات ويا جناين ارقفوا مع بعض وتسامحوا وتخلوش بقلوبكم حقد وغيرة وحسد. يا دكتور محمد وديها كلمة مليحة للنسوان اللي بتسامحوش مع حمواتهم. حاضر حاضر. وللحموات كمان وديها كلمة مليحة كلهم يصيروا مناح ولطيفات. معناته شكرا يا أم حمدان. معناته احنا ضروري انه نستكمل موضوعنا في حلقات قادمة حول موضوع التسامح مع بقية افراد العائلة الاخوة والاقارب. نعم وهي من ضمنها سيكون تلبية لك يا اختنا أم حمدان الفاضلة. قبل ان نكمل الحديث اخي ابو عمر دعنا نستمع الى هذا ما يشبه التقرير الميداني اسئلة ميدانية حول موضوع التسامح مع الابناء فيما يتعلق بامور قد تكون صعب التسامح فيها لكن دعنا نسمع آراء الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت متسامح مع أطفالك؟ أكيد طبعا. لو ابنك سرق أو شتم الذات الإلهية شو بتعمل معه؟ طبعا هاي تسامح أنواع في هيك أمور لا بدها حزم أساس تأديب مش قوي أساس أول مرة ما يعيدها إنسان مرة لكل حدث له حدث. أما التسامح بالذات الإلهية أو السرقة أنت معناته مش بتسامح وأنت بتضره. أكيد يعني. أنت بتسامح أطفالك؟ أكيد طبعا. طب لو ابنك شتم الذات الإلهية أو سرق شو بتعمل؟ في طريق أكثر من طريقة لعقابه بس بنفس الوقت ما تأثر في نفسيته تعمل له مشاكل عقد نفسية. بتسامحه؟ بسامحه وبنفس الوقت ببين له إن أنا زعلان منه عشان إنه يتعلم من غلطه. ومش شرط ضرب. مش شرط إني أضربه. في عدة أساليب اللي أقدر فيها إني أعاقبه مش بس بالضرب. نفس الوقت إنه هذا غلط. إنه لما بدي أجي أضربه ممكن إنه هاي الشغلة يرد كاريزها أكثر مرة إنه صار عنده عنف فيها. في أوقات أنت إذا أجبرت ابنك وعاقبته بطريقة إنه ممكن إنها تأذيه تعمل له ضرر نفسي ممكن تضلها عنده هادرة للأبد ما بتضلش على فترة معينة. تتطور أغلاطه لأي شيء تاني. أنت بتشوف في حالك متسامح مع أطفالك؟ أكيد. لو ابنك تب الذات الإلهية أو سرق شو بتعمل معه؟ أعوذ بالله. لا أنا أول شيء الحمد لله رب العالمين يعني أنا مش مربيها معي النشأ يعني. لو ابنك أخطأ؟ لا ممكن أخطأ صبيانية أخطأ أطفال يعني. شو بتعمل معه؟ حسب شو الخطأ. بتسامحه؟ أكيد يعني في النهاية هي مسامحة ولكن في نهج تربية بده يكون يعني في بدك تربيه على أسلوب إنه الخطأ مش مسموح دائما ولكن بالنهاية ابنك بدك تسامحه أكيد. أنت متسامح مع أطفالك؟ إلى حد ما. أكيد. طب لو ابنك سرق أو شتم الذات الإلهية شو بتعمل معه؟ لا يعني بعاقبه أكلش بعاقبه. بعاقبه بطريقة مناسبة لسنه وللحدث اللي كان. بتسامحه؟ طبعا لا. ما بتسامحه؟ طبعا لا. بسامحه بعد ما أقتنع إنه هو بعيد. أنت متسامح مع أطفالك؟ أكيد طبعا. لو ابنك شتم الذات الإلهية شو بتعمل معه؟ لا هذا لحد هنا بس لا بعاقبه طبعا وبفهمه إياه طبعا إنه حرام هذا الحكي وهذا. بتسامحه؟ بسامحه إذا ما عادهاش خلاص يعني نهائيا. انت متسامح مع اطفالك؟ طبيعي. طب لو ابنك شتم الذات الالهية شو بتعمل معه؟ بعاقبه. ولو سرق؟ برضه بعاقبه. بتسامحه؟
مضطرين انه يعني نقطع التقرير حتى هذا الحد. بشكل مختصر دكتور ابو عمر، يعني كاني ادركت انك لم تسمع ما دار من في التقرير من اسئله واجوبه من الناس، صحيح ولا سمعت؟ يعني سمعت يعني بتوقع الاجوبه. ما توقعت الأجوبة. طب هذه نشوف شو توقعاتك للأجوبة وتعليقك عليها حتى نكون برضو سريعين في الموضوع، لأنه لم يتبقى من البرنامج الكثير دقائق معدودات. يعني اعتبر البعض أنه بدها يعني الحوار في السائل ميدانيا حول موضوعين أساسيين اللي هو السرقة والشتم الذات الإلهية، كونها نقطتين يعني حساستين ممكن وفيهم تربية وفيهم عقيدة وفيهم إلى آخره، يعني ممكن يكون فيها الحسم والحزم فوق التسامح أو مقدمات على التسامح، ربما يكون هنالك تسامح بعد ما يفهم أو يفهمه الأمر. يعني الباقي عندك حتى ما نقش، لأن المخرج الآن بقول لي بس 3 دقائق فاضل. الله أكبر، أسأل الله أن يبارك في وقتنا. طيب تحديدا على هذه النقطتين، وفي نقاط كثيرة في مواضيع المشاكل، لكن أنا بدي أروح في موضوع الذات الإلهية وأنا حساس، وأنا هذا له علاقة في اعتقاد ديني. نعم، هنا بنحكي ملاحظات رئيس، تتحدث عن أبناء، تتحدث عن أطفال. دائما مطلوب من الأب، أولا هل الإبن يعلم أو يعي خطورة هذه الفعل اللي يعملوها؟ هذا نقطة جدا مهمة. اثنين، بدي أعرف منين جاب، لأنه قد يكون الإبن مقلد، ما احنا قلنا في بداية الحلقة يكون الإبن مقلد أو سمع أو ناقل، فبدي أعرف منين جاب الإبن. النقطة الثالثة، لا يمكن إنه مع هذا الشتم أن أبدأ بالضرب والاضطهاد، لأني أنا في النهاية بدي أعلمه الصح. وأنا هون دائما عندي احتجاج على الإخوة والأخوات في بعض الروضات في هالبلد وفي بلادنا العربية، لما بدوا مع الأطفال في مرحلة التحضير والتمهيدي في التخويف من الله، هذا خطأ فادح أعتقد أنا. لابد أن دائما أن نحببهم بالله سبحانه وتعالى وبالأفعال، ودائما نزرع حب الله في قلوبهم، عشان هيك ممكن نقي كل هذا أبنائنا في التعزيز وتعظيم حب قلوبنا وتعظيم حب الله سبحانه وتعالى، يبدأ في التعامل مع هذا الموقف. نعم أنا أحتاج إلى حد، وأحتاج أن أكون في هذا الموضوع حازم مع ابني، ولكن الحزم لا يعني أن نكون قاسي وعنيف وضارب لابني بقدر ما أقوله خطورة هذا الموضوع وأهمية عدم الوقوع فيه، وأعطيه فرصة أنه في النهاية حتى أفحص أدائه. قد يكون الولد عمل الشغلة ومش منتبه لها ابني، قد يكون شتمه وغير مدرك خطورة هذا الموضوع. هو لما بتسامح أنا معاه أنا بربيه في اللحظة. كيف يعني بربيه؟ أنا بأدبه طريقة الصح والسليم وبفهمه شو خطورتها، بنبهه أن لا يقع في المحظور، وبقول له وين الوقوع في المحظور رح يودينا وشو المخاطر التربوية والدينية والعقائدية، وأهم شيء بتسامح معاه لتفهمه، بتسامح معاه لقديش إنه هذا الموضوع مش رح يدقي، وبعزز في عنده الثقة إنه لازم يكون دائما أنا أثق فيك وأثق إنك أنت لن تقع في هذا المحظور اللي هو خطير علينا وعديننا على معتقدنا. هذه وسيلة تربوية جدا حساسة. في موضوع السرقة الطفل دائما نفس القصة، نرجع تربوية، قد يكون قلب قد يكون نقص عليه شيء، ما يمكن الطفل يفعل فعل أو سلوك إلا يكون فيه سبب، إذا عرف السبب بطل العجب. مهم جدا بالسرقة أن أزرع الأمان في الطفل، أن أعطيه. وخطأ فادح في بعض الأباء بيعملوه أبا محمد، رمي النقود أو وضعها في مكان معلوم وظاهر للأبناء، هذا خطأ فادح. إحنا دائما نقول النقود توضع في المكان الآمن والأفضل، أنه مش نعلم الولد أن لا مبالاة في النهاية، أن نشبع حاجات الطفل بالمعقول وبالحدود، بأن لا نسرف وفي النهاية أن لا نقطر على الأبناء. دائما إحنا تربويا لازم ننتهي يا إخواننا إنه هذا سلوك لا يأتي إلا بحسن الأداء وحسن التعامل وبالتسارع، لأن التسامح سمة هامة في عملية التربية، خصوصا لما يتبعها أدوات وطرق ومهارات في عملية التربية ما بينه وبين ولدي. هذا التسامح بزرع لأنه في النهاية هو سلوك وحب واحتضان للأبناء، وكمان في النهاية هؤلاء الأطفال سيكون أباء المستقبل، فلما نعودهم على التسامح والتصافي والمحبة إحنا بنعزز عندهم العاطفة، نبعدهم عن العنف العاطفي والعنف النفسي والجسدي، ونخليهم قد قويين جدا. نعم. آخر ملاحظات بعد إذنك سريعا يا ملاحظة. دائما نعم. يعني كل قبل دائما هاي للأب تحديدا للأب كل الآباء، فكر قبل ما تعاقب أولادك، أرجوك إنك تفكر وما تعاقبش الأولاد يعني متسرعا. أهم حاجة تذكر إن العقاب لازم يكون معناته تعليم وتذكير وليس انتقام. دائما افحص السلوك ليش صار، ليش عمل هيك لي. دائما الوالد الحنون
واللي عنده حنان كثير. وانا بعتقد انك من الاباء الراعين الحنونين يا ابا محمد ما شاء الله عليك. مهم جدا الاب يستوعب الاسباب ويستشير قبل ان يغوص ويضرب ويضطهد حتى ما يخطئ في حقوق اولاده. نعم شكرا لك. يعني ربما فيما تبقى من ثواني حتى فاتت علينا اقتنص شكرك دكتور محمد بشارات المدرب المعتمد في التنميه البشريه والتدريب الاداري رئيس شركه المحترف بفلسطين. والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، ونلقاكم باذن الله تعالى في الاسبوع المقبل مع سامح.